محمد صلاح يسجل أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا. دخل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي تاريخ دوري أبطال أوروبا بعد تحقيق أسرع هاتريك في تاريخ البطولة بعدما أحرز ثلاثية في مرمى رينجرز الإسكتلندي في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء وانتهت بفوز الريد السبع واحد ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى في البطولة القارية للموسم الحالي 2022-2023 ووفقًا لشبكة وبوتا العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم العالمية فإن محمد صلاح يسجل أسرع هاتريك بتاريخ دوري الأبطال في 6 دقائق و12 ثانية